السلام عليكم. هذا الفيديو هو مراجعة لموضوع الكارنوف ماب اللي ماخذي بالمرحلة الأولى. لإيجاد الكارنوف ماب إذا كان عندنا 3 variables، 3 متغيرات اللي هي A و B و C. الحالة الأولى إذا كانت الفانكشن أو البوليان فانكشن بهذا الشكل، sum of product للصفر والواحد والاثنين والثلاثة، يعني نخلي بالخلايا رقم صفر وواحد واثنين ثلاثة واحد. نكون هذا الجدول إذا كان عندنا 3 variables، الـ A يكون بهذا الجانب والـ B والـ C يكونون بهذا الجانب. الترتيب هذا ثابت، B داش C داش B داش C بي سي بي سي داش. البي داش سي داش هي تمثل الصفر صفر، بي داش سي هي صفر واحد، بي سي واحد واحد، بي سي داش هي واحد صفر. هذا الجانب يمثل الفاريبل اي، الاي داش هي الصفر والاي تمثل الواحد. ارتب تسلسل الخلايا داخل الكارنوف ماب تيبل. الخلية الأولى هي رقمها صفر واحد، هنا يكون اثنين وهنا ثلاثة، نفس الحالة أربعة خمسة ستة سبعة. يتم وضع رقم واحد بالخلية صفر وواحد واثنين وثلاثة لإيجاد البوليان إكسبريشن. مجرد آخذ الأي داش، يعني التبسيط لهذه الفانكشن هو أي داش، لأنه عندنا ترتيب الواحد يكون بشكل صف. الحالة الثانية مثلا إذا كانت عندنا الفانكشن أيضا sum of product للخلايا أربعة خمسة ستة سبعة، يعني يتم وضع رقم واحد بهذه الخلايا. أكون الكارنوف ماب لثري فاريبل اللي هو A والB والC، هنا يكون الA وهنا يكون البي والسي، أرتبها بهذا الشكل وما أغلط لازم بالتسلسل. بالبداية بي داش سي داش يعني صفر صفر، بي داش سي صفر واحد، بي سي واحد واحد، بي سي داش هي واحد صفر. بينما هذا الجانب يمثل متغير أي، بالبداية يكون الصفر والأي يمثل الواحد. أرقم الخلايا الداخلية هي صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أرتب الواحد اللي موجود بالبوليان فانكشن، أحصل على هذا الرو، أخذه بشكل صف كامل. نلاحظ هذا الصف يشير إلى المتغير أي، لذلك البوليان إكسبريشن أو التبسيط هو أي فقط، يعني ما أخذ اثنين باثنين بهذا الشكل، أخذ أربعة من الوانز، يعني بشكل صف كامل يتكون من مجموعة من الوانز. طبعا أني من أخذ الكومبينيشن لازم أنتبه بأنه يكون عدد الوانز أما واحد أو اثنين أو أربعة أو ثمانية أو 16، وكل ما أخذ عدد من الوانز أكبر، يعني إذا أخذ الأربعة أفضل مما أخذ اثنين من الاثنين وانز، وإذا أخذ الثمانية أفضل مما أخذ الأربعة، ونفس الحالة 16 أفضل من الثمانية. يعني كل ما أكون combinations من عدد من الوانز أكبر، كل ما يكون أفضل عندي بالإكسبريشن، لأنه راح يكون number of variable بها قليل، وإحنا دائماً دنحاول نبسط المعادلة. الحالة الثالثة إذا كانت الفانكشن بهذا الشكل، أيضاً نكون كارنوف ماب تيبل الموضح بهذه الصورة. أرتب الـ A والـ B والـ C نفس الخطوات السابقة. أرتب الوانز أيضاً اعتماداً على الخلايا اللي هي 0 2 4 6. بعد أن نضع الواحد بهذه الخلايا،
نلاحظ عندنا حالة الـ rule of. الـ rule of هو أن نتخيل هذا التيبل عبارة عن ورقة ممكن أن نطويها من هذا الجانب ومن هذا الجانب لوجود واحد. لإيجاد المعادلة بالبداية ننظر للعمود الأول والعمود الرابع، المشترك ناخذه والمختلف نحذفه، يعني بي داش سي داش وبي سي داش. البي داش والبي ما ناخذه، ناخذ المتشابه فقط اللي هو السي داش. بينما نلاحظ بهذا الجانب اللي هو اي داش، اي اثنيناتهم مختلفة لذلك ما ناخذها، فناخذ فقط السي داش لأنه مشابه بين العمود الأول والعمود الرابع، لأنه عندنا الوانس موجودة بالعمود الأول والعمود الرابع. الحالة الرابعة إذا كانت البوليان فانكشن بهذا الشكل sum of a product للواحد والثلاثة خمسة سبعة، أكون الكارنوف ماب تيبل نفس الخطوات السابقة. هنا يكون المتغير الأول اللي هو الـ A، وهنا يكون الـ B والـ C. أرتبها بهذا الشكل B داش C داش B داش C B C B C داش، وهنا يكون A داش ب A. أنزل الوانز اللي موجودة بهذه السيلز أو الخلايا، تكون هذه الوانز بهذا الشكل عبارة عن أربعة من الواحد. طالما عندي الأربعة مترتبة بشكل خلية واحدة أقدر أخذها مثل ما موضح بالتيبل لإيجاد الإكسبرشن. نقارن العمود الثاني مع العمود الثالث، لأنه عندنا بالعمود الثاني والعمود الثالث موجودة مجموعة من الوانز المتقاربة بحيث تكون لنا كومبينيشنز اللي تكون بهذا الشكل. إذا أقارن البي داش سي مع البي سي، المختلف أتركه وأخذ المشابه، فلاحظ البي داش والبي مختلف، أتركه أخذ المشابه اللي هو سي. نفس الحالة هذا الجزء ألاحظ الأي داش والأي مختلف فما أخذه، لذلك التبسيط يكون عبارة عن one variable اللي هو سي. هذه الحالة ما نسميها rule of. rule of تكون إذا كان عندنا عدد من الوانز موجود على أطراف الكارنوف ماب. الحالة الخامسة إذا كانت البوليان فانكشن بهذا الشكل، أيضا هنا عندنا sum of a product، يعني يتم وضع وانز بالخلايا الموضحة بالأرقام اللي هي 0 و3 و5 و6. أيضا أرتب الكارنوف ماب، أدخل الوانز بالكارنوف ماب تيبل. ألاحظ هنا ما عندنا حالة الرول أوف، يعني ما عندي وانز بالأطراف حتى أخذه بهذا الشكل، وإنما عندي الوانز بشكل متفارق. أيضا ما عندي وانز متجاور مثل الحالة السابقة بحيث أخذه بشكل combination of four وانز. نلاحظ هنا الوانز متوزع بشكل متفارق، يعني مو بشكل مجاميع متجاورة، وأيضا ما عندي حالة رول أوف اللي تكون إذا كان عندي الوانز موجود على حواف الكارنوف ماب تيبل. لذلك يؤخذ الوانز بشكل مفرد، يعني أخذ هذا الواحد واحد وأيضا هذا الواحد وهكذا مع البقية. لإيجاد المعادلة بالبداية نأخذ هذا الواحد اللي يكون من حاصل تقاطع الصف مع العمود، يعني أخذ الأي داش في بي داش سي داش تنزل بهذا الشكل، زائد الواحد الثاني أيضا أخذ حاصل التقاطع بين الصف والعمود. تكون المعادلة لهذا الواحد هي عبارة عن A داش B C، فنكتب هنا A داش B C. هذا الواحد يكون عبارة عن تقاطع ال A مع B داش C، لذلك نكتب A B داش C. الواحد الأخير اللي موجود هنا الإكسبرشن إليه هو A في B C داش. نلاحظ هذه المعادلة تتكون من عدد كبير من الـ variables لأنه دا ناخذ الـ combination of one بشكل واحد، يعني إذا أخذ الـ combination of ones بشكل اثنين أو بشكل أربعة أو بشكل ثمانية يكون أفضل من الواحد لأنه أقلل
من عدد الـ variables اللي موجودة بالمعادلة. الحالة السادسة إذا كانت الـ function بهذا الشكل، أيضاً أكتب الـ Karnoff map، أوزع الـ input variables، أرقم الخلايا الداخلية حتى ما خربط بتوزيع الوانز، حتى ما تطلع عندي المعادلة مو صحيحة. رقم واحد أنزل بي الواحد، وأيضا رقم ستة. نلاحظ هنا الوانز أيضا متفرقة، ما عندي لا حالة رول أوف ولا حالة الوانز المتجاورة اللي تتكون من 2 وانز أو 4 وانز أو 8 وانز. لذلك نجد الإكسبرشن للواحد الأول اللي هو حاصل تقاطع الـ A داش مع B داش C، أكتبها بهذا الشكل، زائد هذا الوانز أيضا أخذه من حاصل تقاطع الـ A مع B C داش، أكتبها بهذا الشكل، وبالتالي حصلت على البوليان إكسبرشن لهذه الفانكشن اللي تمثل sum of product للواحد والستة.